الطفلة أصابها مرض الحصبة هي وأمها، وغطتها أمها بالبطانية، وكانت البطانية ثقيلة، وعندما كشفت عنها البطانية وجدتها قد توفيت، فهل على أمها إثم؟ إذا كان الحال كما ذكر من أنها غطتها بالبطانية حتى كتمت نفسها واختنقت وماتت بسبب ذلك، فإن أمها تكون متسببة في وفاتها بطرح البطانية عليها، فيكون عليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين. وظاهر سؤالها أنها متسببة، لأن الوفاة حصلت بسبب وضع البطانية على وجهها وهي لا تتحمل ذلك.